السلام عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك من يقول إن تارك العمل بالكلية مؤمن، ويستند إلى حديث أخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، ويذكر أن شيخ الإسلام يقول إن تارك جنس العمل ليس بمؤمن، ويقول إن العمل شرط كمال لا شرط صحة. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل ومغالطة. الذي لم يعمل خيرا قط باختياره ترك العمل باختياره، هذا ليس بمؤمن. أما الذي ترك العمل لأنه لم يتمكن، أسلم ثم مات على طول أو قتل ولا تمكن من العمل، هذا هو الذي يخرج من النار يوم القيامة. نعم. أما إنسان تمكن من العمل وتركه رغبة عنه، ولا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يترك الزنا ولا شرب الخمر، هذا تقول أنه مؤمن؟ هم مؤمن هذا.